عوضه تعب محبته خير، وقع قلبي لغاية قبل المحاضرة بنص ساعة بس مش لاقيه، لكن لقيته الحمد لله. جيب السلامة أبونا، علامة من علامات النهضة بتاعتنا، دايما موجود معانا. ربنا يخليه لينا، اديله الصحة يا رب والبركة وطولة العمر، ويفرح قلبه بالمذبح ويفرحنا بكلام حلو على لسانه في رسالة السلام النهاردة. الله يتكلم بالسلام، ولما يتكلم بالسلام يسندنا فإيه؟ فنخلص. أمين. يديله ربنا كلام، ويدينا نعمة سماع وطاعة وعمل بما يقول الروح في هذا المساء المبارك. حللني يا الله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ومحبته من الان والابد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين، وربنا يعيد عليكم مثل هذه الايام وانتم مليانين نعمه وبركه وسلام كل ايام حياتكم. الحقيقه انا ببقى سعيد جدا وانا موجود وسطيكم، لان انا بعتبر نفسي واحد منكم، وسعادتي دي احيانا بتخليني ان انا اطول واقعدكم معايا بالساعه والاثنين والثلاثه لو اقدر، ببقى مش عايز اسيبكم. في كل الاحوال النهارده الخط اللي ماشي فيه النهضه بيتكلم عن مضمون مهم قوي فعلا، ازاي احنا محتاجين لربنا مصدر كل عطاء، والعطاء متنوع بنشوفه على مدى محاضرات هذه النهضة المباركة. المزمور في بدايته بيقول له: رضيت يا رب على أرضك، أرجعت شبي يعقوب، غفرت آثام شعبك. الحقيقة الواحد لما بيقف عند هذا المزمور وبيتأملوا بيلاقوا نفسه انه قدام كذا سؤال احنا محتاجين نسألهم لنفسنا، وربنا يرشدنا بنعمته ان احنا نوصل لإجابات. في الاول خالص انا بسأل سؤال: انت امتى بترضى على ابنك وامتى تغضب منه؟ امتى ترضى على ابنك وامتى تغضب منه؟ الاجابه واضحه: لما يبقى كويس، لما يكون بيحبني وبيسمع كلامي، ولو غير كده لا طبعا مش هكون راضي عنه. وبنسمع حاجات كتير قوي في الموضوع ده. يجي السؤال: طيب الحب هنا هو بيحبني ليه؟ هل بيحبني لان انا بديله عطايا وبركات كتيره، بسامحه بغفر له وعشان كده بيحبني، ولا العكس؟ التساؤل ده بيخلينا ان احنا نشوف هل فعلا الحب بيسبق المغفره، يعني انا بحب ربنا عشان كده بيغفر لي، ولا لانه بيغفر لي أنا بحبه. أنا مش بحيركم ولا حاجة، أنا بس عايزكم تشتغلوا معايا كده. هل أنا بحبه لأنه غفر لي، ربنا بيغفر لي خطاياي فعشان كده أنا بحبه، ولا العكس؟ نسأل السؤال من ناحية تانية: هل ربنا
غفر خطايا المرأة الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، ولا رأيكم إيه؟ لأنها أحبت كثيرا غفر لها خطايا. يبقى دلوقتي بدأنا نشوف ملمح كده، هي بتحبه قوي وعشان كده جت من بعد منها المغفرة. طيب يبقى هنا هوت في جزئية مهمة جدا، ان انا لن اشعر بسلام الله وغفران خطاياي الا اذا كنت بحبه من قلبي. والقضية واضحة قدامنا مع هذه المرأة. طيب لو كان العكس، انه هو غفر لها الاول وبعد كده لان هو حنين وطيب وحلو بعد كده حبته، هل ده ممكن؟ هل الخطوة تيجي من ربنا في الاول ان يغفر لي خطاياي وعلشان هو غفر لي خطاياي انا ابتدي احبه؟ الموضوع سهل وبسيط قوي. رجعنا للنص اليوناني، هل ده يسبق ده ولا ده يسبق ده؟ قال الاثنين بمعنى واحد. طب ليه الاثنين بمعنى واحد؟ لان هو قال لنا في احد المرات قال اثبته في محبتي، وهنا اتحيرنا. اثبته في محبتي معناها ان هو بيحبنا وعشان كده نثبت فيه، ولا احنا نحبه لان هو احبنا اولا؟ واضحه، احنا بنحبه لان هو احبنا اولا، وعشان كده الايه ديت لما بيقول اثبته في محبتي هنا مش ان احنا بنحب المسيح، لكن هو اللي بيحبنا وبيقول لنا استفيدوا بحب ده ليكم. طب ايه شكل حبك ده؟ حب المسيح له المجد هو اللي اتقال عنه في الكتاب، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هذا الحب. يعني عايز يقول لنا بلغتنا احنا كده، عمر الدم ما يبقى ميه، اللي بذل ذاته وبذل دمه على الصليب قدم حب غير عادي. استفيد بالحب ده، اثبت في حب المسيح ليك. اعظم صورة لحب الله لينا يوم ما تجسد، سمعنا صوت من السماء وشفنا نشيد الملائكة لما قالوا على الأرض إيه؟ السلام. ولما أعطى السلام هيكون النتيجة إن الناس يكونوا في مسرة مبسوطين. يبقى الأمر محتاج مننا إن احنا ندرك أمرين، إن احنا لازم نفهم كويس جدا إن في علاقة ما بين حب الله لينا، وده كان من خلال غفران خطايانا على الصليب بتجسده. والحاجة الثانية في ان احنا لابد ان احنا ننتهز هذه الفرصة ونتمسك بيها بقوة، ونثبت في محبة المسيح دي ونجعلها تبقى موجودة فينا. طب ماذا لو لم نثبت في محبة المسيح؟ يبقى الكلام اللي احنا بنقوله في القداس جايز الناس مش فاهماه. لما بنقول له ثبتنا في ايمانك وانعم لنا بسلامك، إذن السلام دايما هيكون مصدره هو ايه؟ ثبتنا في حب المسيح. طول ما انت بتحب المسيح طول ما انت عايش في سلام. وقصة الابن الضال واضحة جدا، لما ترك محبة الاب وساب ابوه الى اخره كانت النتيجة ان هو لم يشعر بالسلام، وشفنا قد ايه ان هو تعب في حياته. صدقوني الانسان اللي بعيد عن ربنا ده مسكين، يتبكي عليه. وبالتالي انا
بسأل نفسي هل فعلا أنا بحب ربنا؟ أنا لو سألتكم السؤال ده أو سألت أي حد منكم أقول له بتحب ربنا، هتكون الإجابة منتهى السرعة آه طبعا بحبه. ما الكلام سهل أوي، كلام سهل. تحب ربنا؟ آه بحب ربنا. طب عملت إيه عشان تكون بتحب ربنا وتاخد سلامه اللي هو وعدنا بيه، وتاخد الفرح والمسرة اللي وعدنا بيها؟ إيه اللي أنت عملته؟ في يوم من الأيام لما ربنا رضي، لما بنقوله رضيت يا رب على أرضك، لما ربنا رضي على بطرس الرسول قال له إيه؟ قال له إيه؟ أتحبني؟ هو ده السؤال. يبقى أنا مش هاخد رضا ربنا وسلامه إلا إذا كنت بحبه. أنا قلت إن ممكن أي واحد يقول أنا بحبه، لكن ده مشروط، ربنا بيحطه بشروط. إن كنت فعلا بتحبني ارعى خرافي. طب ما هي خرافك يا رب؟ أنا ده ما دخلتش الكلية الكليريكية ولا أنا واعظ. خرافك هي حواسك، عينيك مخلي بالك منها ولا لا، ولا رايح يمين وشمال، ايديك للخير ولا للشر، لسانك للبنيان ولا للهدم، هذه خرافك. هل انت ترعى خرافك؟ ان كنت بترعاها وتوصلها فعلا لماء الراحة، من المؤكد انك انت هتشعر بالسلام. لاحظوا ان في بداية المزمور يقول له رضيت يا رب على ارضك، في هنا كاف موجودة، كاف الملكية. الارض في الكتاب المقدس هو الانسان. لو خدناها من جهة هذا المزمور من ناحية تاريخية كان بيتكلم عن ارض معينة معروفة، ارض ربنا اللي هي كانت فلسطين في ذلك الوقت، لان هي كانت الارض الوحيده اللي تعرف ربنا، وبقيه العالم كله في ضلال وفي غش. فلما يقول له رضيت يا رب على ارضك يبقى كان يقصد وقتها من الناحيه التاريخيه فلسطين، لكن من الناحيه الروحيه انا وانت، احنا ارض ربنا. لما يقول له رضيت يا رب على ارضك يقول له يا رب انت رضيت عليا. يا ترى ربنا راضي عليا ولا لا؟ هل انا اقدر اقول له زي ما قال له بطرس يا رب انت تعلم كل شيء، انت تعلم اني احبك؟ هل اقدر اقول له الكلام ده ولا هو فعلا عارف ان انا مش بحبه؟ المحبه مش بالكلام ولا باللسان. قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه، واما قلبه فين؟ بعيد بعيد. يا مناس خد منها حافظين آيات، خد منهم كلام مواعظ وكلام حكم، لكن حلاقيه بيرد علي على طول ويقول لي ارعى خرافي، ويقول إن كنتم فعلا تحبونني فاحفظوا وصاياي. إن كنتم صحيح بتحبوني احفظوا وصاياي. ايه يا رب وصاياك؟ تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وتحب قريبك كنفسك. اذن انا قدام محبة مسؤولة. ان كنت صحيح عايز تشعر بالسلام لابد ان يكون هناك في سلام بينك وبين ربنا، وفي سلام بينك وبين الناس. ما فيش السلام ده انت عمرك ما هتبقى في سلام. البنات اللي كان العذراء بتظهر لهم في يوغوسلافيا كانوا يقولوا لها ايه يا امنا الرساله اللي عايزه تبعتيها للعالم؟ تقول لهم قولوا للناس اصطلحوا مع الله، اصطلحوا مع الله. فهل أنت مصطلح مع الله؟ ولا أنت خايف منه؟ ولا أنت مخصمه وهو مخصمك وأنت بتكلموش وهو سايبك زي بيقولوا رمى طبطي لأنه زعلان مني؟ أنا إيه؟
العذراء تقول للبنات دول، تقول لهم قولوا للناس يرجعوا لربنا، لان ابني ابتدى يحط رجله الاولانية على الارض وانا ركعة قدامه واقول له طول بالك عليهم يا ابني، اديهم فرصة. ادي اللي بتعمله العذراء. فيا ترى احنا مصطلحين مع الله؟ انت مصطلح مع الله ولا انت مش مصطلح؟ لو انت مصطلح مع الله هتحس بسلام، تشعر بسلام. اذا رضا ربنا له مقاييس، ازاي انا انال رضا ربنا وانا عايش في الخطية؟ ملاك الحارس حتى يتكسف ان يقعد معايا. لما واحد يكون بيعمل خطية ملاكه هيفضل قاعد له يتفرج عليه وهو عايش في الخطية؟ مش ممكن، ما يقعدش. طب ده حال ملاكه الحارس، امال المسيح نفسه؟ الموضوع محتاج مننا ان احنا نفهم كويس ان ربنا في رضاه تجسد زي ما قلت. العالم كان عايش في الشر، لكن الله في تدبيره اراد ان يعطي للارض سلام. واحنا بنصلي صلاة الصلح يا الله العظيم الابدي، وازاي ان الله اعطانا صلحا ما بين السماء والارض. حتى الاباء يشبهوها كده بعلامة الصليب، يقول ان العرضة الكبيرة الاولانية ديت الرأسية ده صلح ما بين الله والناس، والعرضة الافقية اللي هي ازاي يكون في مصالحة ما بين الناس وبعضهم. كل ده يتم بالصليب وبالمسيح المصلوب عليه. الصورة علشان ندركها كويس نشوف اشعياء النبي كان بيقول ايه. يقول عن رب المجد: أنادي للمأسورين بالإطلاق. يا سلام على السلام. هو الأسير يا جماعة بيشعر بسلام؟ ده مستني الموت كل لحظة وعايش في عذاب كل دقيقة، يجيله منين السلام؟ يجيله منين السلام؟ لما واحد طيار اتضربت طيارته ووقع، لكن الباراشوت بتاعه نزله في ارض العدو لسوء حظه، لما انتهت الحرب وهو رجع بالسلامة وقدروا ان هم يخلصوه بيسألوه: انت كان حالك ايه لما وقعت بالباراشوت في ارض العدو؟ ما كنتش جعان؟ ما كنتش عطشان؟ قال لهم: ولا ده كان يهمني ولا يفرق معايا اكل ايه وشرب ايه، ده انا قاعد مستني ان هما يجي يقبضوا عليا ويعذبوني في اي لحظة، ده انا بضرب ارضهم. لا كان يهمني اكل ولا كان يهمني شرب ولا كنت قادر انام. انام ازاي؟ ده انا عناية مفتحة قد كده كل لحظة. طب حبيبي انا وانت واقعين في ارض العدو الشيطان، شرب ايه واكل ايه ومتعة ايه وفرجة ايه ومشاهدات ايه اللي انت بتدور عليه؟ انت في ارض العدو، ما ينفعش، ما تقدرش. مش هو قال رئيس هذا العالم اتي؟ ايوه الشيطان، ما انتوا شايفينه مضبع في الدنيا ازاي اليومين دول، بنسمع عن اخبار غير عادية. لما يقولون ان القنوات الفضائية اللي في الشر والخطية تقدر بالالاف، الاف من القنوات الفضائية مليانة شر وخطية، عيالنا الصغيرين البسطة الاطهار اللي بتفرجوا على الكرتون وتوم وجيري والحاجات دي، عملوا لهم افلام جنس بالكرتون، نزلوا لهم اعلانات في المحطات بتاعتهم والقنوات بتاعتهم،
تلاقوا العيل صرخ وهو بيتفرج، الحقيني يا ماما في ايه يا ابني، والام تجري وتشوف تلاقي مناظر بشعه. الشيطان شغال شغال. يبقى لما نقول ان احنا نصوم ولا نصلي ده اقل القليل، ده اقل القليل، ده اللي احنا المفروض ان احنا ما ننامش، لان ابليس بيزقر. هو الواحد يجي له نوم لما يكون في اسد طليق في الشوارع؟ لو قالوا لنا دلوقتي ان في الشارع في اسد هنعرف نخرج ولا نبقى هنا مبسوطين؟ صعب. وفاتح بقه مستني بس ان هو يصطاد، يبلع يبلع. فالموضوع محتاج مننا ان احنا لازم ننتبه. ان كنا عايزين نشعر بالسلام لازم نرجع لربنا، ان كنا عايزين نشعر بالفرح الحقيقي لازم نكون مفتحين عينينا كويس، ونكون حذرين جدا جدا ومدققين جدا جدا. نرجع للموضوع من الاول خالص. طب هو ربنا زعلان ليه؟ مش عايز يرضى علينا ليه؟ ليه بنقول له رضيت انما قبل كده ما كانش راضي؟ ليه؟ احنا عملنا له ايه؟ علشان نعرف بس ازاي نشوف الحاجه اللي كانت مزعله ربنا ونتجنبها فنشعر برضا ونشعر بالسلام. اولا هوشع النبي بيقول عبارة مهمة جدا على ضوء اللي انا قلت دلوقتي، بيقول للرب محاكمة مع سكان الارض. ايه يا رب؟ هتحاكمنا؟ اه طبعا، من القاضي العادل، بس هجازي كل واحد حسب عمله. الله عادل مش هيظلم حد، وكل انسان اعماله تتبعه خيرا كان ام شرا. ايه يا رب شكل المحاكمه اللي انت هتحاكمني بيها دي؟ ده انا مش حاطط في دماغي محاكمه، يعني هقف كده زي المتهمين وتقول لي حيثيات الحكم لانك عملت كذا وكذا وكذا؟ ده انا مش في حساباتي الموضوع ده، ده انا كنت فاكر ان انا عايش في سلام ومبسوط في الدنيا وبتمتع بيها. اتابي كل ده هعطي عنه حساب؟ اه يقول لي امال ايه؟ اصانع العين الا يبصر؟ اغارس الاذن الا يسمع؟ انت فاكر انك انت لما استخبيت في حته كده ومحدش شافك فيها ان ربنا مش شايفك؟ اذا اختبى انسان في الاماكن المستتره افما اراه انا يقول الرب؟ هتخبي عن زوجتك، هتخبي عن زوجك، هتخبي عن عيالك، عن اصحابك، عن ابوك، عن امك، عن ابونا نفسه. والشيطان يضللك ويخليك ما تعترفش وتفضل عايش في خطيتك، لكن في النهاية هتروح فين؟ هو شايف، هو شايف. للرب محاكمة مع سكان الأرض من أجل أنه، إيه يا رب سبب المحاكمة؟ قال ليس أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. لأن إيه اللي موجود؟ اللعنة والكذب والقتل والسرقة والغش. لذلك في بقى سلام قال لا تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها. عارفين الورقة لما بتدبل بتصفر، الواحد وشه يصفر كده بقى ويبقى واقع، قلبه يدوب جواه، لأن الرب جاء للمحاكمة. الموضوع بقى صعب قوي. يعني يا رب الحزن اللي احنا فيه ده والنوح اللي احنا فيه ده، ده بسبب اللي احنا عايشين فيه زي ما قال لنا هوشع كده؟ كذب وقتل وفساد وغش وعدم أمانة ولم نعرف الله. أمال اللي احنا بنعمله ده ايه كل يوم؟ قلت في الأول زي ما قال ربنا، قال شعب يكرمني بشفتيه لكن قلبه بعيد.
ممارسات، عارفين بالظبط زي ما واحد كده ايه يقول لك انا رحت الكنيسه، رحت امتى؟ اصل كان في 40، كان في تذكار سنه، مش رايح القداس علشان القداس، هو رايح مجامله. طب يا حبيبي حتى لو رحت دخلت صليت ابانا الذي، قال لا انا كنت واقف على الباب اشرب سجاير بس. حتى بدي واسمك رحت الكنيسة؟ يا مناس ممكن تيجي الكنيسة لكن تخرج زي ما دخلت بالظبط، ما تلاقوش شعر بسلام. واحيانا ممكن الانسان هو بيصلي حتى في بيته يقول لك انا ما شعرتش بسلام. ليه؟ لانك ممكن تكون حبيبي ما دخلتش للعمق اللي دعانا ليه المسيح. ادخل للعمق، اعمل معروف، اعمل معروف، ادخل للعمق، من غير العمق مش هتصطاد. الكلام اللي في الهوى ده كده، كسرة الرجل في الصلاة، المتوبة اللي تحل أثناء الصلاة، نفقر وننام لما نيجي نفكر نقرأ الإنجيل، مش هينفع، مش هيديك سلام. الموضوع عايز ان الانسان يجاهد. ابونا فلتقوس بيحكي عنه واحد من الاباء الرهبان، يقول كنت خارج من القلايه بتاعتي وفرحان بقى ايه ان انا عملت القانون بتاعي بقى وصليت، زي ما احنا بنقول كده يعني، ان الواحد يصلي بالاجبيه وينتظم في الصلوات وكل ده جميل، محدش قال لا. فبيقول انا عملت القانون الروحي بتاعي وصليت، فخارج بقى ايه فرحان كده ومبسوط. فقابلني بيقول له فرحان يا اخويا انك انت صليت الاجبيه اللي بيصليها العيال بتوع تانيه ابتدائي. يا ترى انا كده؟ يا ترى انا فعلا واهم نفسي بان انا في سلام وفرحان، وانا كل عملت ان انا صليت بالاجبيه زي ما بيقول ابونا فلتقوس اللي بيصليها العيال بتوع تانية ابتدائي، ما حصلتش حتى العيال بتوع تانية ابتدائي؟ ولا انا فعلا داخل العمق؟ ايوة، مش هتقدر تخش وتشعر بالسلام الا فعلا اذا كنت بتجاهد بجد. انما سياسة الكلوشن كان دي ومشي حالك، واصل واجب بنقضيه، اصل ابونا قال لي قانون انك انت تصلي كذا وتصلي كذا، فانا بعمل اللي عليا وخلاص. لا يا حبيبي، الموضوع مش هيمشي كده ابدا. الارض اللي عايشه في الخطيه باللي احنا فيه ده دلوقتي، انا اسمع صوت ربنا زي ما قال لقايين زمان، قال له ملعون الارض بسببك. انا بسمع ربنا بيقول كده على اللي احنا بنشوفه واللي بنسمعه، على اولاد المسيح اللي بيتسقطوا كل يوم، مفيش سلام. واحد ممكن يجي يقول لك انا مش حاسس ببركه في البيت، الغساله اتحرقت والتلاجه ضربت والمش عارف ايه باظ ومش عارف ايه جرى له ايه، والواد سقط في الامتحان ومش عارف مين عينه، مفيش بركه. أنا خايف لحسن أسمع الصوت في بيتك، حرام يا إسرائيل. مفيش سلام في البيت. يا ترى إيه السبب؟ في حاجة غلط. فتش، فتش، اعترف. يقول له اعترف أمام الله وأخبرني. خليك جريء وروح اقعد قدام أب اعترافك وقول له أنا جاي لك بقلب مفتوح، انا جاي اقعد مع المسيح من خلالك واسمع صوت المسيح له المجد من خلالك. وقبل منها اكون بصلي واقول له يا رب سمعني صوتك، مش واقف على باب اوضه الاعتراف اتخانق على مين يخش الاول ومين يخش في الاخر. مش هتشعر بسلام، زي ما هتخش زي ما هتطلع حبيبي. كل حاجه لازم يكون لها قواعد. علشان ربنا يرضى عليا ويرضى عليك ويدينا سلام،
تعالوا نشوف احنا بنتعامل مع اولادنا ازاي، ونقدر نعرف الله بيتعامل معانا باعتبار ان احنا اولاده ازاي. نشوف نموذج من حياتنا احنا كيف نتعامل مع اولادنا. اولا، انت علشان ولادك تظهر رضاك ومحبتك، انت بتلاطفهم، بترعاهم، بتهتم بيهم، بتعبر عن رضاك ده بكل هذه الامور. طب ربنا كان بيتعامل كده مع شعبه؟ هل كان بيلاطفهم وبيطبطب عليهم وبيهتم بيهم؟ اه طبعا. انا مش متخيل، مهما فكرت فيها مش لاقي لها حل. يعني ايه واحد يخرج من ارض مصر ويقعد 38 40 سنه في الصحراء وهدومه ما تدوبش، ولا الجزمه اللي كانت في رجله تكبر مع رجله؟ ما هو ما فيش هناك بقى محلات جزم في الصحراء دي. وازاي لما كان بيعيا لا في دكاتره تحاليل ولا اشعه ولا سونار ولا مش عارف ايه، الناس دي كانت بتخف ازاي؟ تعيش ازاي؟ بياكلوا ازاي؟ بيشربوا ازاي؟ ايه الاهتمام ده والرعايه دي؟ ده فوق العقل يا جماعه. ده مش رعايه واحد بتاعت يومين ولا اسبوع ولا شهر، دي سنين سنين سنين. يبعت لهم عمود الغمام وعمود النار، يظهر لموسى النبي في العليقه، يدي لهارون الاوريم والتميم اللي هو الكمالات والانوار عشان يرشدوا بدل ما يتخبطوا. يعني يا رب كنت بتقول لهم كل حاجه؟ اه، ما كنتش سايبهم ابدا. صمويل النبي ينده عليه ويسمعوا صوته. طب ما ربنا بينده عليا كل يوم. ابونا اللي هو بيمثل المسيح له المجد يقول اين هي قلوبكم؟ واحنا بحس عالي نقول له هي عند الرب. اهو كلام، ما هو عشان لازم نقول المرض، لكن هي فعلا قلبي عند ربنا؟ ولا انا قاعد في الكنيسه عمال ادور كده في حاجات مش عايز اخش فيها لئلا اطيل عليكم، لكن بتمثل سلبيات. ما ياما ناس مش شاعره بالسلام حتى في القداس، لان الاخت داخله كل اللي يهمها انها تدور على بنت مش لابسه دبله عشان تقول لها انت مرتبطه ولا مش مرتبطه عشان تجوز ابنها. او واحد كل اللي يهمه انه يخش علشان يبين للناس ان هو بيعرف ربنا، وياخد قربانه وهو ماشي عشان الناس تشوفه. فين السلام؟ سلام ايه؟ لا سلام للاشرار. لكن الانسان اللي هو قلبه مع ربنا فعلا هو عند الرب، يبقى فعلا من قلبه، من قلبه، ده مش كلام. ممكن يكون علشان يظهر رضانا واهتمامنا وحبنا لاولادنا ان احنا احيانا نسمح بان احنا نأدبهم، مش وحش، والكتاب علمنا كده ان احنا اولادنا لازم نهتم بيهم. وبالتالي ربنا لما بيتعامل معانا بيتعامل معانا من خلال هذا المبدأ الذي يحبه الرب. احد الاباء قال ان زي ما الرموش كده جنب بعضها، التجارب قريبه من الانسان. شوفوا قد ايه قريبه، فما تتضايقش، ما تتضايقش لما تيجي عليك تجربه، لان ربنا بيحبك يا حبيبي، عايز يعيشك في سلام حقيقي، مش انك انت تكون مخدوع. بمناسبة ان ابونا يعقوب قاعد جنبي، انا افتكر مرة كنت حاضر في جنازة وكان ابونا يعقوب هو اللي بيوعظ، انا فاكرها مش ناسيها وبتكلم بيها. كان من ضمن كلامه بيكلمنا عن القرطاس،
قلت ابونا هيوعظ عن قرطاس، قرطاس ايه اللي هيوعظ عليه ده؟ لكن هو ادى تشبيه مهم جدا، قال ان الدنيا دي زي القرطاس، ليها فتحة ضيقة وفتحة واسعة. لو دخلت من الفتحة الضيقة هتوصل للباب الواسع الأبدي، وإن دخلت من الباب الواسع هتلاقي الضيق والحزن والألم في نهاية الحياة، لأنك مش هتبقى مع المسيح. فأحيانا ربنا يسمح لي إن أنا أخش من الباب الضيق، مش بيكرهني، مش بيكرهني، ده بيحبني. اديتكم قبل كده المثل ده بتاع التعبان. التعبان جلده بيقدم عليه فيبقى مش مستريح لانه مكتفه، فيعمل ايه؟ يجي حيطة ويلاقي فتحة ضيقة، وزي ما قلت لكم كده يروح مدخل نفسه فيها بحيث ان هو ينسلخ الجلد ده ويطلع بجلد جديد بقى كده منطلق ومرتاح، وتفكت الضيقة بقى اللي هو كان جلده القديم مكتفه بيها. لازم الألم. فإذا كنت عايز تشعر بسلام الله لازم تتحمل الألم. مفيش قيامة، مفيش قيامة وفرحة قيامة من غير أسبوع الآلام. هاتولي قيامة حصلت ما كانش قبلها أسبوع آلام، عمرها ما حصلت ولا هتحصل. فأحيانا ربنا علشان يديني سلامه بقى ويديني الانطلاق والفرحة والسعادة يسمح لي أحيانا بإن أنا أخوض التجربة زي ما بنعلم ولادنا. الجزئية دي بتاخدني إلى موضوع مهم جدا، بتورينا إزاي إن إحنا كمسؤولين، إن إحنا كمسؤولين لازم نقوم بدورنا، ولازم الكنيسة تعيش في سلام. ليه أحيانا الكنيسة ما بتشعرش بالسلام ده؟ لأن للأسف ممكن يكون فيها يهوذا يتعبها ويعمل لها مشاكل. واحد من الآباء سمعته بيقول شبابنا لازم ينتبه، لأن احنا من غير ما ناخد بالنا باللي بنكتبه كشباب على صفحات الفيسبوك وغيرها ضد الكنيسة، ده تاريخ بنوثقه ضد الكنيسة واحنا مش واخدين بالنا. لما نحاول ان احنا نوجه كلام غير مقبول لرئاسات الكنيسة وللقادة الروحيين ونقول ان احنا بنعمل اصلاح، الكلام اللي انتوا بتكتبوه ده تاريخ، تاريخ الكنيسة بيؤرخ ضدها، خليكوا حذرين. لكن ده هيمنع ان احنا هنقوم بدورنا كاباء وكامهات وكخدام وككهنة في الكنيسة؟ لا طبعا مش هنتوقف. انا اسمع الكنيسة بتنده على كل واحد منكم علشان تقول لكم ما تخافوش، قوموا بدوركم ونقوا داخل الكأس والصحفة من اجل ان كنتوا تعيشوا في سلام، بيوتكم تعيش في سلام. لازم نشيل الحاجات الوحشة وجوه الكنيسة، لازم نحميها علشان تعيش في سلام من اللي بيحاولوا يشوشروا عليها ويقلقوها. الكنيسة
بتقول لكل واحد فينا خصوصا الرعاه، فتشوا باجتهاد وهاتوا المسبيين لحضني، لان الشيطان عايز يشغلنا عن هدفنا الاسمى ان احنا ننادي للمقصورين بالعتق. مش ندور على ان ده راح ولا ده جه وده قال وده عمل، لا 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 لا. سلام الكنيسة في رجوع ولادها لحضنها. الكنيسة بتقول للرعاة ما تنشغلوش بعيد عن رسالتي، ما ننشغلش بالامور دي اللي تحاول ان هي تقلق الكنيسة وتحرمها من السلام. ما تخافوش، رسالة الكنيسة هي اللي جه من اجلها المسيح. جايز ينهان علينا التراب واحنا بنكنس وبننظف، مفيش مشكلة، جايز، ما تقلقوش ما تقلقوش اذا انهال عليكم التراب وانتم بتنظفوا البيت وتسمعوا كلمات تذمر. لكن دول اصلا ما يشغلهمش ولاد ربنا ولا الكنيسة يكون فيها ايه، كل اللي همهم ان هم يرتاحوا وينقضوا فقط. عمر الكنيسة ما هتبص لهم ولا هتنشغل بيهم، لكن هتكمل مسيرتها اللي بدأها المسيح له المجد حينما قدم ذاته على الصليب عشان يعيشها في سلام. اوعوا تتضايقوا او الناس تصفكم بامور انتم ما تكونوش راضيين عنها لما تكونوا بتعملوا الصح. سلامك الحقيقي يوم ما تكون رضيت ربنا، يوم ما تكون رضيت ربنا وعملت اللي عليك، سواء على مستوى البيت زي ما اتقال عن المرأة الصالحة ان هي تسهر على اهل بيتها، بعد كده يعطي احبائه نوما، تنام بقى هي ومرتاحة وضميرها مستريح. وانت ايضا لانك انت قايم بدورك وبترعى اولادك وبيتك بامانة وما دخلتش حرام في حياتك، تشعر بسلام القلب وبالهدوء وبالطمأنينة. بولس الرسول نموذج قدامنا، يقول نعرى ونلكم وليس لنا إقامة إلى آخره. ليه؟ يقول حتى أتمم بفرح. يا سلام، هو أنت لما يعملوا فيك ده كله تبقى أنت فرحان وعايش في سلام؟ آه، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة اللي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة الملكوت. أيوة، تشعر براحة وتشعر بسلام لأنك ضميرك مستريح، تنام كده بملء الجفون. يعطي أحباءه نوما، أحباءه دول اللي هم عايشين معاه وبيعملوا بحسب إرادته ومنفذين الوصايا، يديهم سلام. في نماذج شفناها ربنا ممكن يكون رفضها من أجل خلاص نفسها. مريم القبطية ما كانت رايحة القدس، خدوا بالكم رايحة فين، دي مش رايحة في منتجع سياحي عشان نقول ده مكان للفساد، لا دي رايحة القدس. ايوة، الشيطان ممكن يحاور وفي اقرب الاماكن اللي انت ممكن تتخيل ان ربنا ممكن يكون بيمنع الشيطان، اه بيمنع الشيطان، لكن ده الشيطان ممكن يقف قدام ربنا ويقول له جاي منين، يقول له من الجولان في الارض. فخلي بالك، تقول لي يعني ده هي اهو كانت رايحة القدس، لكن رايحة القدس عشان تقدس؟ لا، ما كانتش رايحة تقدس، دي كانت رايحة تشوف اي حد تقع معاه في الخطيه. ففي ناس كتير قوي يبان قدام انفسهم ان هم ماشيين في الطريق للقدس، لكن للأسف يا ضحكين على نفسهم يا مضحوك عليهم. هناك تبدو للإنسان طريق مستقيمة وعاقبتها طرق الموت،
هو طريق لكن يعقوبه طرق، حاجة غريبة جدا. لما اتمنعت من الدخول ابتدت تفوق وتحولت الى حياة مقدسة وصارت راهبة قديسة. ما تزعلش ان ربنا احيانا يقول لك انا صعبان عليا منك، ما تكلمنيش دلوقتي او مش اكلمك. قول له لا يا رب تكلم فان عبدك سامع، سامحني. احيانا ممكن يخلي حاجة ما تتحققش في حياتي وانا بتمناها، اشعر بهزيمة، مستني علاوة، مستني ترقية، مستني نجاح، مستني مستني البيت تتجوز، الواد نطمن عليه، ايا كان ما يتحققش حاجة من ده كله. ما تتضايقش، لكن ارجع شوف ايه السبب. قال له ايام يشوع، قال له ايه؟ قال له في بيتك حرام، واتغلبوا قدام قرية عاي الصغيرة، قرية مش مدينة حتى، قرية صغيرة. ليه ده؟ ما حبيبي انا بفوقك، انا بحبك. احيانا قد يصل الامر انه ممكن يضم احد احبائنا واقول له لا 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 لا، طب فين بقى السلام اللي انا هعيشه ده؟ يقول لك انا بعمل ده لسلامك. لما سمعنا عن الاخ اللي هو بيرعى شويه بقر وغنم، وهو في الطريق كده وقفوا مش عايزين يتحركوا، عدى عليه واحد قال له مالك؟ قال له الغنم مش عايز يتحرك والبقر واقف وانا عايز اعدي ومش عايزين يمشوا. فقال له طب خد الرضيع الصغير وامشي بيه قدام وهتشوف حاجة تانية مختلفة. اخذ فعلا المولود الرضيع ده ومشي بيه قدام، كل القطيع ابتدى يتحرك ومش. احيانا ربنا عايز يقودنا ان احنا نمشي في مسيرته واحنا واقفين. قد يسمح احيانا بان ينقد احد الاحباء، لكن عشان احنا نكمل المسيرة، مش عشان ان احنا نفقد سلامنا زي بعض الناس بتفقد سلامها. لا، هو ده طريق الارض كلها، لكن يبقى ان انا اعمل ايه علشان اشعر بهذا السلام. لان للاسف لما بتحصل حاجات من هذا النوع في ناس يقول لك لا لا لا، انا بقى لا نازل كنيسه ولا هصلي ليله عيد، لا انسى حكايه ليله العيد دي، مش عارف ايه، ونسمع كلام صعب جدا. ليه فقدت سلامك؟ مع ان ربنا قاصد انك انت تكمل المسيره وان يكون لك سلام معاه. في حاجات محتاجين ان احنا عشان نشعر فيها بسلام ربنا ان علاقتنا بيه تكون مبنية على اساسات. ايه الاساسات؟ لما الواحد احيانا تجيله تجربة او ضيق يقولك لا انا كده خلاص فقدت سلامي، لا لا، ما تقولش زي ما كان يونان بيقول خد نفسي مني لان موتي خير من حياتي. ما تقولش يا رب خدني، لا، انما اقول له كده أعود وأنظر هيكل قدسك. هو ده الكلام. اوعى تفقد سلامك، اوعى تيأس، اتقدم للتوبة. ولما تتقدم للتوبة خليك أمين في توبتك، خليك أمين في توبتك. لأن في بعض الناس للأسف بيعرجوا ما بين الفرقتين زي مرات لوط. طب ايدها في ايد الملاك، انتوا متخيلين يعني ايه يا جماعه ان ايدك في ايد ملاك؟ ايد ملاك، عايز ايه تاني؟ ليه تبص وراك؟ ما ممكن نسمع واحد هو قاعد مع ابونا يقول له يا ابونا الحقيقه انا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، بس انا هطلع من عندك اعمل كده تاني. ليه يا ابني؟ يقول له بحب كده، بحب الخطيه دي. سلام ايه بقى اللي هيجيله؟ اعتراف ايه اللي بيقوله؟ ابونا ده مش وكيل نيابه عشان يعترف لي، اسمه التوبه.
والاعتراف. ان ما كناش هنتوب هنهلك، هنهلك ولن تشعر بسلام. وممكن نكون زي موضوع يعقوب وعيسو، الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم مين؟ جسم عيسو. الصوت انا جاي بالصوت، ان انا يعقوب حبيب ربنا اللي جاي من اجل ان انا انفذ مشيئته، لكن الجسد له رغبات تانية وسكة تانية. جسد عيسو بيبقى فين التوبة الحقيقية؟ مفيش سلام. ممكن زي الشاب الغني قالوا حفظتها منذ حداثتي، لكن مضى حزينا. ففي ناس كتير قوي لا تشعر بالسلام، بيروح كنيسة وله أب اعتراف وممكن يكون له خدمة لكن ما فيش سلام، لأنه مش من القلب، مش من القلب، شكل كده ومنظر. وممكن يستضيف المسيح يعني يتناول لكن ما فيش تغيير، زي الفريسي شمعان ما استضاف المسيح لكن لم يعرفه، قال ده لو حتى كان نبي، مش هقول انه ربنا ولا حتى حصل نبي، لكن يعرف مين دي. يجي له سلام منين ده؟ عارفين خبز الملة اللي ممكن الاباء يكلموكم عنه في درس الكتاب؟ خبز الملة ده تلاقي وشه مستوي والظهر بتاعه مش مستوي. ينطبق عليها لهم صورة التقوى ومنكرون قوته. ممكن يكون لشكل ومنظر لكن الواقع ما بيقولش كده. ده انا مرة كان في ليلة رأس سنة وكنت بوعظ، فكنت بتكلم عن واقعة وقف فيها، وانا ما بقصدش حد بالموضوع ده. وقف احد الاباء يعلم المفروض ناس كانوا في اعداد خدام في كنيسه من الكنايس. احنا طبعا الناس اللي يخشوا اعداد خدام دول يعني يكونوا متنقيين بالواحد، دول هيبقوا بعد كده يمسكوا الكنيسه ومسؤولياتها. وبدا هذا الاب الكاهن يتكلم عن لاهوت رب المجد يسوع المسيح. فواحدة قاعدة جنب زميلتها بتقول لها ياه ده على الكلام ده بقى يبقى المسيح ربنا. هل ده معقول؟ عشان كده الناس احيانا بتعصر لما يقول اضرب الراعي تتبدد الرعية، ما دي طريقته. ما يشعرناش بالسلام ليه؟ لان احنا المفروض الناس القدوة نلاقيهم واقفين وثابتين. اتبيهم لسه بيقولوا لي يبقى المسيح ربنا؟ على كده يبقى المسيح ربنا؟ امال ايماننا فين؟ هتاخدوا الناس ازاي؟ وبالتالي ممكن الناس تستغرب، يقول لك فلان ده اللي راح وبعد ده، يا حبيبي ده كان شماس، يا ماما دي كانت خادمه مس في الكنيسه. مش عارف ارد اقول ايه. ما بقول لكم العمق مش موجود، قشور، عشان كده كله بيقع، شويه هوا يجي يوقعه. مهم جدا علشان الانسان يشعر بسلام الله ان فعلا يكون في انسحاق وفي دموع. ادهن خديك بدموع عينيك بدل من ادهنهم بالمساحيق والكريمات بتاعت العالم، ندهنهم بدموعنا.
علشان يستريح فينا الروح القدس ويعزينا ويفرحنا لما ينزع مننا أي روح شر. اسعى علشان تشعر بسلام ربنا انك تاخد الحصاه البيضاء عشان تتمتع بعشاء الخروف. وخد بالك هنا هو قال عشاء، ما قالش فطار ولا غدا، يعني لا باكر ولا الظهريه. شمعنا العشاء يعني؟ عشان يورينا ازاي ان احنا محتاجين ان احنا نجاهد ونصبر حتى المنتهى. الذي يصبر الى المنتهى هو ده اللي يخلص ويجد سلام ويجد فرح. طب يا رب انا لما جاهد ان ناخد الحصاه البيضاء دي اللي هي تعتبر كده زي خلو طرف يعني، او واحد ياخد شهاده براءه يعني قدام ربنا، ادي المقصود بيها في الابديه، ان انا ربنا يقول لي انت بريء، انت ما عليكش اي خطا. يا سلام. طب هتكون النتيجه ايه يا رب؟ قال لي تجلس معايا. متخيلين احنا هنجلس مع ربنا ازاي وفين؟ انت متخيل انك انت لما اقول لك هتقعد في الابديه هتقعد فين؟ بعض الناس يقول لك بس يا دوب الحق كده من بعيد ابقى موجود بس في الابديه. لا، لان ربنا وعد ولاده بسلام عجيب وفوق فعلا ادراكنا. يقول تجلس معي في عرشي. ايه ده؟ طب اركع عند رجليك؟ ما اقدرش ارفع دماغي. تقول لي تجلس معي في عرشي، في عرشك يا رب؟ ده انت اللي تقعد على الكرسي بس لوحدك في عرشك، مين انا؟ يقول لك لا، ما هو ده اللي انت ما كنتش تتخيله بقى. شوف الفرح، شوف السلام. يا سلام. انا يا رب، انا التراب والرماد، انا الخاطي، تقول له تجلس، يقول لي تجلس معايا في عرشي، ده مين انا؟ يقول لك ما انا قلت لك قبل كده انا هاجي سريعا، وقال اجازي كل واحد كما يكون عمله، وانت عملت الصح، ده نصيبك معايا. ويدينا ان احنا نلبس اللبس الابيض، اللبس الابيض، وهو مهم قوي الابيض ده. اه طبعا مهم جدا. ده احنا بنفرح قوي في حد الزعف لما البياعين يقولوا لنا قلبك ابيض ايه؟ فهل انا فعلا لسه الشعار ده موجود؟ الشعار ده لسه موجود ان قلبك ابيض يا مسيحي؟ هل كل مسيحي فعلا قلبه ابيض زي زمان؟ ولا الدنيا اتغيرت؟ لازم ناخذ الثياب البيض. زي ما العيل لما بنيجي نعمده نلبسه ثوب ابيض. زي ما بنخش الهيكل نلبس ابيض. زي ما نيجي نتناول نلبس شرب ابيض. لان انا بشوف بعض الناس بيلبسوا شرب اسود وبقول ده غلط، ما ينفعش، لازم كله ابيض. ده من ضمن الحاجات اللي احنا سمعنا عنها لما حدفوا القنبله على ناجازاكي في اليابان، القنبله النوويه ديت. لقيوا حاجه غريبه جدا، انه حتى الاعلانات اللي كان فيها الوان مختلفه اتمسحت ما عدا اللون الابيض، لم يؤثر فيه القنبله النوويه. يعني احنا طول ما احنا قلبنا ابيض، فكرنا ابيض، عينينا لا تنظر الا للبياض بعيد عن السواد والشر، طول ما احنا نيتنا نقيه وطاهره، القنبله النوويه بتاعت الشيطان دي وغيرها لا تؤثر فينا، نفضل متصانين وعايشين في سلام وعايشين في فرح. لما انت تكون بتعطف عن مسكين ربنا يديك سلام.
وبنفهم الكلام ده كويس جدا. يقول الكتاب ازاي انه الانسان لما بيتعاطف على المسكين ينجيه الرب في يوم شدته. وانا لما ربنا ينجيني في يوم شدته ابقى في سلام، وانا مش في سلام هبقى في سلام. اللي يتعاطف على المسكين ينجيه الرب في يوم شدته. لازم نحرص على دي ونهتم بيها جدا. الانسان لازم يكون مستعد دايما، لان ممكن كل حاجة تتغير في لحظات. بنسمع الناس يقول لك ده كان بصحته، ده كان معانا بالليل، يقول لك ما بعد ما روح مش نسمع حاجات بالمنظر ده. لازم نكون مستعدين باستمرار. صدقوني لو الواحد حط في عقيدته وهو تعبان قوي ومش قادر يقف يصلي ان دي فرصته الاخيرة ان انا هقف قدام المسيح له المجد واقول له فابانا الذي واغفر لنا ذنوبنا، جايز ما تجيش فرصة تانية اقولها له، هتبقى شغلانة ملهاش حل. اقول الحق اقولها، يمكن دي اخر مرة هقول فيها واغفر لنا ذنوبنا. ما ياما ناس حطت دماغها ما قامتش. اوعى تكسل، اوعى تهمل. انت ربنا مديلك صحة دلوقتي، ما تبخلش بيها على ربنا. اجتهد، مش هو اللي قال اذكر خالقك في ايام شبابك؟ عيش في حياة روحية مستمرة، لان هيجي وقت جايز تحتاج لكل ده. ده ممكن خادم يبعد عن ربنا فترة ونقول له ايه اللي رجعك، يقول كشكول التحضير بتاعي، اصل انا لقيته قعدت اقرا فيه قلت معقول انا كنت بكتب الكلام ده فرجعت. ايوا، ما يزرعه الانسان ايه هيحصد. هو الخشب اللي استخدمه ابونا نوح في الفلك، الخشب ده هو ما كانش قاعد يبني في الفلك 100 سنة والناس تتريق عليه، لم يتوقف، كان في قلبه سلام. واولاده اللي كان ماشيين ورا منه ما حدش منه قال له يابا انت بتعمل الناس بتتريق علينا، واثقين منه قوي كده ليه؟ عايشين في سلام ومتاكدين كده ليه؟ لان عارفين ان الخشب ده اللي هيبقى عمره 100 سنة هو ده اللي هينقذنا. ده من 100 سنة فاتوا. ازرع يا حبيبي على قد ما تقدر، هيجي وقت هتحتاج فيه. كن اضحك على الناس لما واحدة كبيرة او في السن تقول جدتي، اقول لها جدتك ايه ده انت عندك 90 سنة، تقول لا جدتي كانت لما تلقى مسمار في الارض تدقه في الحيط تقول ينفع في يوم زنقة. معقول؟ ايوا، ازرع، ازرع دلوقتي، ربنا مديلك وقت استخدمه للخير. صلي، اقرا كتابك، ربنا مديلك صحة انزل دور على المقصورين، على القهاوي اللي عايشين في الشر، اللي بعاد عن المسيح، اللي تايهين، اللي مستنيين كلمة كلمة ويرجعوا للمسيح. افرح معاهم. مش التلاميذ كانوا بيقولوا ان احنا فرحانين؟ يقول الكتاب كانوا يقولوا لربنا احنا راجعين فرحانين، الشياطين بتخضع علينا باسمك. قال لهم افرحوا بالحري ان اسماءكم قد كتبت في ملكوت السماء. افرحوا، افرحوا يا جماعة، افرحوا. لازم نعرف كده كويس احنا موجودين للفرح مش الحزن، احنا موجودين للسلام مش عشان نتضايق ونكتئب. افتكروا اسمة الصوم الكبير، افتكروا الصوم والصلاة بيعملوا ايه. مش دول اللي بنقول عليهم رفعوا إلي للسماء، وهم دول اللي غفروا آثام نينوى، واللي أخذنا بيهم لو حي العهد بإصبع الله. فلنصم عن كل شر بطهارة وبر.
إن كنا فعلا عايزين نشعر بسلام، إن كنا عايزين نشعر بعمل الله لينا، أقول لكم على نصيحة صغيرة اقبلوها مني. اوعوا تنسوا في يوم من الأيام أو تنشغلوا وانتوا خارجين من الكنيسة، سواء قداس أو اجتماع، إنكم تاخدوا البركة، محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد، شركة وعطية وموهبة الروح القدس. اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك نخرج قبل الزحمة، اوعى الشيطان يقول لك وراك مشوار، مش حمشي. انا لما امشي هاخد البركة من ايد ابونا. ده انا احيانا بشوف ملحوظة، ما اقدرش اقول ان كل الناس بتعملها، لكن انا شفت بعض الناس احيانا بتعملها. لما ابونا بيجي يرش المية في الاخر، بعض الناس بتفتح بقها، مش عشان المرأة تيجي على دماغها، تخش كمان بقها. بوريكم قد ايه الناس بتدور على ازاي انها تعيش في سلام الله من جواها بالفعل وبالحركة وبالمشاعر. يا سلام. ايوه، ابحث عن سلام الله في قلبك بكل شيء. في الاخر قل له كده كلمتين اتنين، قل له يا رب ارضيني باللي يرضيك. مش انت بتقول رضيت على الارض، رضيت على ارضك، وانا بقول لك يا رب ارضيني باللي يرضيك. بس اوعى تنسى تقولها له وانت بتصلي، قل له ارضيني يا رب باللي يرضيك. اللي يرضيه هو، يبقى اكيد انا هكون راضي. ربنا يرضى عليا وعليكم ويحفظنا في اسمه، وكل سنة وحضراتكم طيبين، والإله لنا المجد الدائم الأبد. آمين.